خليني أخذ رأي دكتور عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات بالمعهد القومي للتخطيط. أستاذ عصام مساء الخير يا فندم. دكتور عصام مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني قول لنا كده يا دكتور، يعني هنقدر نستفيد إزاي من الذكاء الاصطناعي؟ كل الناس طبعا نفسها إنه يبقى في إيد تانية يعني بتساعدها في البيت من غير ما تعصي أوامر. اتفضل يا فندم. طيب أنا الجزء الأول من سؤال حضرتك كان هتفق معاكي فيه قوي، ازاي نستفيد من الذكاء الاصطناعي؟ ماشي؟ أيوة. نثبت السؤال ده على جنب وعلق بس على قيام الروبوتات او تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالاعمال المنزليه، وبعدين نرجع نجاوب على السؤال الاساسي. تمام يا دكتور. في روبوت ممكن اعمله، يقدر يمسح، يقدر يكنس، بيستخدم حاجه اسمها الكمبيوتر. احنا اوريدي موبايلاتنا كلها فيها سيري اسيستنت على الموبايلات الاخرى، ممكن يساعدك في حاجات كتير تخص مثلا الاجهزه المنزليه الذكيه، حاجات الغسالات والكلام ده. ممكن يكون في نظام امان في استخدام الكاميرات اللي بتراقب البيت او الفلل او الكلام ده. ممكن يكون في تحكم ذكي صحيح بالمناخ، يعني يعمل لك تدفئه ذكيه، يعمل لك تبريد ذكي حسب درجه الحراره. ممكن يبقى في ترفيه، يعني هو عارف ان انت بتحبي افلام جوليا روبرتس، فمثلا يخلي المنصات بتاعتك تنزل لك الافلام اللي تخصها، المسرحيات اللي انت بتحبيها، كل ده كلام ماشي. ممكن يكون في مراقبه للصحه العامه، يعرف الضغط، السكر، الحركه بتاعت الناس. يعني ممكن يبقى جليس. كل ده ممكن. الاجابه نعم، لكن ما مدى جوده الكلام ده؟ تمام. ده سؤال مهم لازم نجاوب عليه. طبعا. طيب وايه هي المخاوف المرتبطه بالكلام ده على المستوى الكل بقى للدول والمجتمعات، سواء في الخصوصيه والامان؟ مين قال ان الاجهزه اللي هدخلها بيتي تعمل لي الكلام ده ما تكونش بتراقبني؟ ممكن ما حدش يخترقها وياخد منها الصور اللي موجوده في الكاميرات اللي بيخليها تتحرك جوه البيت. صحيح. وتطلع. طيب مين قال ان ده مش هيكون له اثر اجتماعي كمان على مثلا الاعتماديه على المراه في المنزل؟ مين قال ان مش هيكون له اثر اقتصادي سلبي على العماله والبطاله؟ صح. النهارده في مجتمعات بتعتمد على العامله في المنزل. طب انا النهارده الناس الاميين او اللي كانوا بيعملوا في هذه المهن هيروحوا فين؟ فانا عندي بس ده يعني اللي هيجيب روبوتات زي دي يعني لازم هيكون دخله كبير جدا عشان يقدر يدخل ده. جميل. ده برضه نوع ثاني. ده نوع ثاني سلبي، الا وهو التكلفه الاقتصاديه وتكلفه التشغيل. انا ممكن اشتري روبوت ب 500 دولار ب 1000 دولار، طب لما يعطل مين هيصلحه لي وبكام؟ انا جايب مكنه قهوه ذكيه حضرتك سمارت بتستخدم بعض الحاجات في الذكاء الاصطناعي، باظت من هنا مش لاقيين حد يصلحها. ايوه. عايز بس اقول للمشاهدين يا جماعه، اللي يصلح لمجتمعات اخرى ممكن ما يكونش يصلح عندنا، ده رقم واحد. رقم اثنين، كلمه السر في انتشار الذكاء الاصطناعي الان في العالم رغم ان هو علم قديم تطبيقاته حديثه هي كلمه التنافسيه. التنافسيه دي حضرتك عندك شركه مكانس وانا عندي شركه مكانس. احنا الاثنين بنعمل 10 12 منتج وانت بتعمل 10 12 منتج، بنتنافس فيهم سعريا وفنيا. عايز اصحى الصبح اتفوق عليك، فبقى ان انا ادخل شرايح مدمجه جوه المكنسه عندي وكاميرات اقول ان المكنسه بتتحرك وهي تقدر تمسح لوحدها او تكنس لوحدها من غير ان انت ما تمسكها، هنا انا عليت وبقى عندي ميزه تنافسيه عن شركه حضرتك. صحيح. فالعالم كله التنافسيه اللي فيه هي اللي خلت كل هذه شغالة. الشركات وخليني اقول لحضرتك احنا عندنا اجهزه التليفون بتاعتنا يعني سيري، لانه بنقعد نقول لها اطلبي فلان، لا علي الصوت، لا خشي على الجي بي اس، لا هاتي لي كذا، يعني ما برضو انت عندك ده بقى موجود في التليفونات، يعني ده شيء بقى مستخدم، فممكن يكون ده يعني شكل من الاشكال اللي هتبقى موجوده. وبالفعل المساعد الرقمي شكل من اشكال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بس انا عايز ارجع تاني للسؤال المهم. اتفضل. ازاي نستفيد منه اكتر؟ هل كل اللي احنا حكينا فيه من شويه حل مشكله في العالم؟ هل المكنسه الذكيه اللي هتكنس لوحدها الكلام ده حلت مشكله كانت هتساعد العالم في اي اهداف من اهداف التنميه المستدامه؟ لا. حضرتك لو استخدمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مشروعات قوميه، في مشروعات تنميه مستدامه، عشان تقول لي والله القرى دي او المدن دي او الاماكن دي الخدمات اللي مطلوبه ليها طبقا لاعداد السكان في العشر سنين اللي فاتت والاستيميشن لاعداد السكان في العشر سنين اللي جايين، فيبقى لازم يكون عندهم خدمات 1 2 3 4. صحيح. اعملها بجدول زمني ازاي؟ صحيح. هنا استخدام جيد للذكاء الاصطناعي. طب لما استخدمه في مجال الصحه عشان يعمل تحسين لقراءه الاشعه والتحاليل ويبقى مساعد رقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي للطبيب. أيوة. لا، هنا بقى عندي استخدام جيد للذكاء الاصطناعي.
لما استخدم الذكاء الاصطناعي في ان انا اعرف توجهات المواطنين واحتياجاتهم، هنا استخدام جيد للذكاء الاصطناعي. صحيح. اما ان احنا نروح للتطبيقات المرتبطه بالرفاهيه لبعض الدول، لبعض المجتمعات، لاجزاء قليله كمان من جوه كل مجتمع، انا ارى ان ده استخدام غير مفيد للذكاء الاصطناعي. احنا مش هنهلل لاي تكنولوجيا والسلام، ما كانتش التكنولوجيا جايه عشان تخدم الانسان فعلا. صحيح. يعني يبقى ملهاش لازمه، ده وجهه نظري. هي مش بس تخدم، هي كمان تخدم وتنقل الانسان لمرحله افضل واحسن. اكيد يعني متفق مع حضرتك. من ضمن وحياته يعني. تبقى افضل، حياته تبقى افضل، اقتصادياته تبقى افضل، ومجتمعه يبقى افضل من غير ما يكون هو مخترق، يعني من غير ما يكون في كمان يعني اختراق ليه زي ما حضرتك قلت خصوصيه الانسان وامنه وامانه. يعني ما بقاش انا جبت روبوت في البيت هو 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 مركز الرقابه عليا. انا جبت جواسيس عندي يا فندم، مجرد ان انا جبت كاميرات ذكيه عندي، وجبت بالزبط. عندي حاجه تتحكم في المناخ، وجبت حاجه تتحرك في البيت، مين اللي هينزل تحت، معلش سؤال صغير كده، مين اللي هينزل تحت الحوض بتاع المطبخ يتشيك على يفك الكوع والميه والحاجات دي؟ صحيح. احنا برضو بنقول اكيد هيعمل في الاخر مجموعه من المهام البسيطه، مش المعقده اللي بيقول أكيد. بقى شباك المتخصص وهكذا يعني. اكيد هتظل يعني التكنولوجيا بتقدم لنا حاجات كتير، المهم ان احنا ازاي نستخدمها لصالح الإنسانية، هو ده أهم شيء. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام الجهري، أستاذ نظم المعلومات بالمعهد القومي للتخطيط.